تكملة الجزء الثاني من المحاضرة أو محاضرة البروتوزوا هي الريبرودكشن أو ما يسمى بالتكاثر. هناك نوعين من التكاثر في شعبة البروتوزوا، أما يكون سكشوال ريبرودكشن اللي هو التكاثر اللاجنسي أو سكشوال ريبرودكشن التكاثر الجنسي. نجي على أول نقطة اللي هي الأسكشوال ريبرودكشن التكاثر اللاجنسي. هذا النوع من التكاثر variant cell الخلية الأم produce تنتج daughter cell الخلية البنت، خلية أم ينتج منها خلية بنت. هذا النوع من التكاثر أو يسميه التكاثر اللاجنسي هناك أربع أنواع منه. هناك أربع أنواع من التكاثر اللاجنسي. binary vision أول واحد، الباينري فيجن اللي هو يسموه الانشطار الثنائي، من اسمه انشطار ثنائي، يحدث انشطار في الكائن الحي أو في هذه الخلية ويؤدي إلى إنتاج كائنين متشابهة. It occurred when the protozoan يحدث في الابتدائيات divided into two nearly equal parts انقسام متساوي in nucleus and cytoplasm انقسام متساوي في حجم النواة والسيتوبلازم، يحدث انقسام نووي وانقسام سيتوبلازمي نسميه binary vision انقسام أو انشطار ثنائي بسيط. هذا يعتبر sexual reproduction asexual reproduction انشطار أو تكاثر لاجنسي. النوع الثاني من التكاثر اللاجنسي هو المالتيبل فيجن الانشطار المتعدد. الانشطار المتعدد هذا يحدث by dividal أو dividing the nuclei أو nucleus by a small amount of the cytoplasm. أفهمك بطريقة أوضح، الانشطار المتعدد هو انشطار في السيتوبلازم، انشطار في النواة إلى عدة أقسام. النواة تنقسم إلى عدة أقسام أو عدة أنوية، وكل نواة تأخذ كمية بسيطة من السيتوبلازم. أكرر، الانشطار المتعدد إنه النواة تنقسم عدة انقسامات وكل نواة تأخذ كمية قليلة من السيتوبلازم small amount of the cytoplasm. Then the mother cell هذه النقطة هنا جدا 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 مهمة وأريدك تركز عليها، لأنه أستاذ أكرم الخياط هو يدقق على هذه المعلومة. هذا النوع من الانقسام اللي سميناه multiple vision، الخلية الأم بعد ما تنقسم الأنوية بها إلى عدة انقسامات النواة، هسه أنا عندي خلية بها نواة، النواة تنقسم إلى عدة انقسامات. في حالة الظروف البيئية الغير الملائمة المذر سيل هذه الخلية الأم اللي بيها بيها أنوية متعددة منقسمة covered تغطى by a protective covered غطاء للحماية، غطاء للحماية نسميه cyst كيس، يعني تتكيس الخلية الأم هنا بعد ما تعاني من عدة انقسامات، النواة تعاني من عدة انقسامات، شي يصير بها تحاط نفسها بكيس. This type of reproduction هذا النوع من التكاثر is found موجود in some flagellated بعض الصوتيات and sporozoan والبوغيات أو السبورات during خلال unfavorable ظروف conditions conditions يعني ظروف غير ملائمة. هذه الحالة حالة السيس أو الكيس تحدث في حالة الظروف الغير الملائمة. It is also called يسمون هذه الحالة بالسبورولاشنز سبورولاشنز تكوين السبورات أو يسموها الشايزوكيني شايزوجيني معناها حتى بالعربي يسموها
شو نسميها دريرة، الدريرة بالكتب العربية، بالكتب العربية يسموها الدريرة. الدريرة يعني مثل الكيس اللي يحتوي على عدد كبير من الأنوية، هي نفس الكائن الحي لكن نتيجة الظروف الغير الملائمة يحيط نفسه بكيس. بعد ما تتوفر ظروف ملائمة ينفجر هذا الكيس، وكل نواة تأخذ كمية بسيطة من السيتوبلازم، تأخذ كمية بسيطة من السيتوبلازم. طلاب المالتيبل فيرجن، الانشطار المتعدد، أتمنى تهتم به كلش زين وتفهمه بشكل كلش واضح. لهذا راح أعيد لك إياه. قلنا أنه يحدث انقسام بالنيوكلياس بالنواة، وكل نواة تأخذ كمية بسيطة من السيتوبلازم. هذا هو طبيعة المالتيبل فيرجن. لكن في حالة الانفيفوريت، يعني بالظروف الغير الطبيعية، unfavorable ظروف غير طبيعية، تحيط أو يحيط هذا الكائن نفسه بسيست كيس. هذا الكيس يبقى محافظ على الكائن الحي إلى أن تتوفر ظروف بيئية ملائمة. ينفجر الكيس وتظهر منه الأنوية، كل نواة تحيط نفسها بكمية بسيطة من السيتوبلازم. هذه العملية اللي نسميها السبوراليشنز، السبورات أو اللي يسموها الدريرات الشيزوجيني، التوالد الشيزوجيني يسموها الدريرة أو التوالد. النوع الثالث من الانقسام الغير الجنسي اللي هو الأسكشوال هو البادينج. البادينج معناها التبرعم. ضباد البرعم هو البرعم عبارة عن small growth، نمو صغير، from the mother cell، من الخلية الأم. can separate، يستطيع أن ينفصل، from parent، من الأم، يستطيع أن ينفصل من الأم، and grow، ينمو، to a new individuals، كفرد جديد. budding can be found، التبرعم موجود، أما بشكل internal or external، برعم نسميه داخلي أو برعم خارجي، internal bodies أو budding or external budding، برعم داخلي أو برعم خارجي. وهذا أشاهده في السيليت المهدبة أو الهدبيات مثل السكتورية، مثل السكتورية such as سكتورية. هذا السكتورية هو نوع من الكائنات الحية البدائية اللي يكون عندها external budding، برعم خارجي. هذه احتمال يشوفكم دكتور أكرم عليها صورة يبين لك أو يوضح لك الفرق بين الانترنال بودينج والإكسترنال بودينج. لحد الآن صار عندنا ثلاث أنواع من التبرعم. آخر نوع من الانشطار أو الانقسام أو عفوا التكاثر اللاجنسي هو البلازموتومي، انشطار سيتوبلازمي. من اسمه، من اسمه انشطار سيتوبلازمي، يعني يحدث الانشطار وين؟ في السيتوبلازم فقط، ولا يحدث في النواة. الانشطار السيتوبلازمي يحدث الانشطار في السيتوبلازم ولا يحدث في النواة. ليش؟ لأنه النواة هذا النوع من الانشطار أصلا يحدث في الكائنات التي بالأصل تمتلك على عدة أنوية، مثل الكائن الأوبلاينة. الأوبلاينة هذا كائن هو من يعني خلق الله سبحانه وتعالى، إنه الخلية أو هذا الكائن يحتوي على مجموعة من الأنوية. فأني إذا هو مجموعة من الأنوية لا داعي أن يكون هناك انقسامات نووية، فقط انقسام سيتوبلازمي. كل نواة تأخذ كمية صغيرة من السيتوبلازم وتخرج برا. البلازموتومي الترجمة: This type of reproduction is found in protozoa، موجودة في شعبة الابتدائيات، with many nucleus، وهو يمتلك مجموعة
أو عدة أنوية such as the opalina مثل كائن الأوبلاينة. هذا حيوان بدائي متعدد الأنوية لا يحتاج إلى انقسام نووي، فقط يحتاج إلى انقسام سيتوبلازمي. Is the division includes only the cytoplasm؟ فقط انقسام في مادة السيتوبلازم. نجي على السكشوال ريبرودكشن، التكاثر الجنسي. Sexual reproduction. Sexual reproduction is provided not only for increased in number. لا يعطيني فقط زيادة في عدد الأفراد، but also for a change in the genetics makeup of the individual. وإنما يحدث تغيرات وراثية أو في المادة الوراثية للأفراد. إذا مو فقط ينتج لي كائنات جديدة أو متعددة، وإنما يعطيني تغيرات وراثية. هذا بالنسبة للانقسام أو التكاثر الجنسي. حاليا إحنا نحكي بالتكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي حكينا به أربع أشكال، بينما التكاثر الجنسي اللي هسه نحكي عنه هو بنوعيتين. أما عن طريق السان جيمز الأمشاج، تكوين أمشاج أو اللي نسميه الاندماج. الاندماج أو سان جيم هي الأمشاج، تكوين أمشاج. أو الكونجيكيشن الاقتران، الاقتران. إذا عندي شكلين من الانشطار أو التكاثر الجنسي. أما نسميه سان جيم اللي هو الأمشاج أو يسموه الاندماج أو الكونجيكيشن الاقتران. النوع الأول اللي هو السنجين يجب أن يحدث فيه انقسام من النوع الاختزالي اللي نسميه الميوسيس. The type of sexual reproduction involves vision. هو عبارة عن اندماج of two individuals بين فردين. اندماج بين فردين يحدث بينهم انقسام من النوع الميوسيس، انقسام اختزالي. To produce لإنتاج ماذا ينتج؟ A new genetics concentrations، مادة وراثية جديدة من أجل إرجاع العدد إلى يعني عدد الاختزال من اسمه انقسام اختزالي، يعني يختزل نصف العدد من الكروموسومات. فإحنا نحتاج إلى أن يحدث اندماج بين كائنين حية من أجل أن يعود العدد الكروموسومات إلى عدده الطبيعي. لهذا أسمي أني سانجين. هذا أشاهده في الفلاجيليتيد والساركودينيا أيضا نوع من الابتدائيات أندسبورازوين السبورات. النوع الآخر هو الكونجيكيشن الاقتران. الاقتران نوع ثاني من كل الأصوات تطلع. النوع الثاني من الكونجيكيشن من التكاثر الجنسي هو الاقتران. والاقتران راح نشوفه في البراميسيوم، وراح أشرح لك شنو معنى الاقتران. آخر شيء بالسطر عندك الاقتران بين كائنين حية أو مثلا البرامسيومين أي وبي يحدث فيها اقتران، يحدث فيها تغيرات كثيرة تؤدي إلى إنتاج من 4 إلى 32 فرد، من 4 إلى 32 فرد. هذا البرغراف كله راح نشرح لك إياه بعد ما تمشي شوية بالمحاضرة. الفوليفوكس ريبرودكشن ان فوليفوكس هذا ترك، هذا ترك او للاطلاع. نمبر 1 اسكشوال ونمبر 2 سكشوال. تكاثر الجنسي واللاجنسي في الفوليفوكس هذا حسب علمي انه استاذ اكرم الخيات كان يتركه كل سنه، لكن هذا نرجع لنساله بعد ما يجي. اذا حب يضيف لكم اياه هذه السنه فان شاء الله نعيد شرحه او نشرحه. Sexual reproduction in paramecium conjugation. هذه هي النقاط اللي راح تشرح لك طريقة الاقتران. في رقم A، two individuals فردين come
in contract on oral service contact كائنين أو فردين يصير بيهم contact اتصال مين من oral service من السطح الفموي من السطح الفموي. رقم اثنين micronucleus النواة الصغيرة في الفرامسيوم. هسه إن شاء الله راح أشوف صور في العملي حتى إن شاء الله سلايدات أيضا عندنا توضح لك طريقة الاقتران. أشوف إن الفرامسيوم يحتوي على نواة كبيرة ونواة صغيرة. النواة الصغيرة هنا يحدث فيها انقسام من النوع المايوسيس الاختزالي يؤدي إلى تكوين أربع أنوية in each partner يعني بكل قسم أو بكل كائن قسم. رقم C 3 micronucleus احنا مو قلنا النواة الصغيرة تنقسم إلى أربع أنوية ثلاثة منهم تضمحل degenerates يعني تختفي أو تضمحل تبقى واحدة فقط من هذه الأنوية الصغيرة. هذه الأنوية الصغيرة أيضا يحدث بها انقسام يؤدي إلى تكوين كائنين هم مسميه هنا ميل أند فيميل يعني كأنه إحنا ما نقدر نقول عليه ميل وفيميل تحديدا لأنه إحنا هو كائن بدائي لكن معلومات وراثية هذا الكائن يختلف عن المعلومات الوراثية للكائن الآخر فاعتبرتها اعتبار أنه هذا ميل وفيميل. راجع ذاكر بالميل أو هو النوع الأول مثلا أو الكائن الحي الأول اللي ينقسم تحدث فيه تغيرات exchange between conjugates تحدث فيه تبادل للمادة الوراثية male and female تنتج dividers أفراد جديدة أو أفراد مختلفة. النواة الكبيرة أيضا يحدث عليها تغيرات أخرى. هذه النقطة ما راح تفهمها أو هذا الشرح اللي يخص التكاثر أو الكونجكيشن في البراميسيوم ما راح تفهمه إذا ما أشوفك الخطوات على الأقل بشكل رسم أو بالمختبر. فمن أشرح لك إياها بمادة المختبر تقدر تستخدمها نفسها في النظري لأنه هنا قد ما راح أشرح لك بدون ما تشوف ما راح تفهم الكلام. يعني المهم خلاصة الموضوع افهمها حاليا بشكل مبدئي إلى أن أعيد لك شرحها بالعملي لأنه عندي صور وعندي سلايدات تبين لك المنطقة اللي يتم بها الاتصال كيف أن البرامسيوم يحتوي على نواة كبيرة ونواة صغيرة كيف النواة الصغيرة يحدث بها انقسام من النوع المايوسيس يؤدي إلى أربع أنوية ثلاثة منها تضمحل تبقى واحدة النواة الكبيرة تبقى النواة الصغيرة أيضا تعاني من انقسام آخر يؤدي إلى تكوين نواتين أخرى وهذه الأنوية يحدث فيما بينها تبادل بالمعلومات الوراثية بحيث ينتج لي ميل وفيميل كأنه اعتبار أنه ميل وفيميل. ليش؟ لأنه إحنا قلنا هي كائن بدائي ما متخصص إلى خلايا بحيث أقدر أسمي هذا ميل وفيميل وإنما بسبب اختلاف أو تبادل المادة الوراثية أصبح عندي اختلاف فيما بينهم فاعتبرت أنه هذا ميل وفيميل. تعاني من عدة انقسامات أو يعاني الكائن الحي من عدة انقسامات أخرى يؤدي إلى تكوين أعداد كثيرة من البراميسيوم. لايف سايكل أيضا حسب علمي أنه هذا الموضوع كان في العام السابق ترك حتى العام اللي قبله أيضا كان ترك لكن أيضا نتأكد من الأستاذ أكرم إذا دخله نشرح لكم إياه بإذنه تعالى. أتمنى أنه كان الشرح وافي أعتذر عن التقصير نعتذر أنه ما كان هناك بث أونلاين بسبب الانترنت وضعفه. إن شاء الله راح تنزل لكم هذه المحاضرة بشكل كامل وPDF موجود عندكم وهذه هي المحاضرة المسجلة لشعبة البروتوزوا. تحياتي لكم.